مركز العضيد الذي بدأت دبي العمل من خلاله يعتبر أحد المراكز المعتمدة لدى محاكم دبي، والذي يهدف إلى تقديم خدمات قضائية في أماكن يسهل الوصول إليها لتحقيق سعادة المتعاملين بصورة تتوائم مع معايير الخدمة الحكومية المتميزة والأنظمة الإلكترونية والآليات المتطورة في تقديم الخدمة، وبطريقة تضمن سهولة الوصول الشامل لمتطلبات المحاكم في مكان واحد. الهدف النهائي الاساسي ان نحن نسهل على المتقاضين انهم عناء الانتقال للمحاكم، صعوبه وجود المواقف قد يكون، لكن اليوم المراكز منتشره في جميع انحاء الاماره، وبالتالي يستطيع المتعامل بسهوله ان يلج لهذه المراكز ويقدم خدمته. طبعا هذه الاخوه الان اللي تشوفونهم انتم على الكونترات والاخوات، هذه المدربين ومشرف وفي اشراف عليهم مباشر من المحاكم، بحيث انهم يقدمون الخدمه حسب ما تطلبها المحاكم منهم في اطار القانون والنظام والمنهجيات المعتمدة في المحكمة. العديد من الخدمات التي يمكن للمتعاملين تقديمها عن طريق مراكز العضيد، مثل تقديم الطلبات الإلكترونية لقيد جميع أنواع الدعاوى ومتابعتها والاستفسار عن تفاصيلها، وخدمات الكاتب العدل الخاص، إضافة إلى خدمات التوثيقات المتعلقة بالأحوال الشخصية وخدمات الزواج والمأذون الشرعي والاستعلام عن التصرفات العقارية وغيرها. الخدمات اللي تقدم هي تسجيل الدعاوى، عندنا حضور الجلسات عن بعد، استفسار عن الدعاوى، هي كامل الخدمات اللي كانت تعطى للجمهور داخل محاكم دبي، عملنا لها لسرعة إنجاز المعاملات في محاكم دبي وللوصول لموضوع السيفن ستارز وموضوع الجوائز العالمية اللي احنا بنسابق فيها في دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي. يعني كانت بداية أول كونسبت موجود راح يكون إن شاء الله في دبي إن شاء الله. افتتاح مثل هذه المراكز يأتي تماشيا مع توجهات حكومة دبي في تقديم أفضل الخدمات للجمهور وإسعادهم وتسهيل معاملاتهم من خلال توفير مراكز خدمة للمتعاملين تواكب أهم المعايير الحكومية لتسهيل إنجاز تلك المعاملات بوقت أسرع وفي مكان واحد، عوضا عن اختصار قطع مسافات طويلة لزيارة كل مركز معني على حدة، الأمر الذي ينعكس إيجابا في تقليل عدد المراجعين لمحاكم دبي. عبد الله الزعبي، قناة الغد، دبي.